ساندويتش الايس كريم لبريد السكر لكيتو دايت، بنجيب اي نوع مكسرات محمص 200 جرام وزبده بدرجه حراره الغرفه 100 جرام، وبنوضع بديل السكر انا وضعت ستيفيا، نوع الكميه اختياري قليل من الفانيلا، نطحنهم مثل هيك يكون، نسكبهم على ورق زبده بالشكل اللي انتو بتحبوه، نوضعهم بالمجمد لمده ساعه، بنعمل الكريمه 1 كوب من الكريمه، بنخفقهم جيد، بنوضع بديل السكر انا وضعت ستيفيا، انتو وضعوا المناسب لكم، قليل من الفانيلا، بنخفقهم نوضعهم بالقمع، وممكن نغلفهم بالشوكولاتة، ممكن نعمل الشوكولاتة زبدة 100 جرام وملعقة كبيرة كاكاو خام وقليل من الفانيلا، قهوة سريعة الذوبان اختياري، نخرجهم من المجمد ونسكب الكريمة عليهم ونوضع الفواكه المناسبة لنظامكم الغذائي، وهيك أصبحوا جاهزين، نرجعهم للمجمد قل شي 4 ساعات، وهيك احنا بنوضعهم بالشوكولاتة أصبحوا جاهزين. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.